دمشقي، وجولتنا الإخبارية مستمرة، حيث نظمت مجموعة من البدلاء الاحتياط في تربية البصرة الدرجات التعويضية البالغ عددهم 47 من حملات شهادات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم. نظموا وقفة احتجاجية في ساحة الحرية وسط البصرة للمطالبة بالتعيين على الملاك الدائم أسوة بأقرانهم في باقي المحافظات. وإلى هذا الملف ينضم إلينا من هناك زميل ستار المنصوري. أهلا بك ستار، تفضل. نعم ستار، نعم زملائي، تحياتي لكم في استوديو الأخبار. اليوم يعني نقف هنا في ساحة الحرية وسط مدينة البصرة، حيث يقام يعني وقفة احتجاجية من قبل يعني التعيينات البدلاء والاحتياط في تربية محافظة البصرة للعام 2019. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا ممثل هذه الوقفة الدكتور حيدر عبد الرزاق. أهلا وسهلا بك دكتور. دكتور، حدثنا على هذه الوقفة وما هي أبرز المطالب التي تطالبون بها. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هاي وقفتنا الاحتجاجية الأولى لبدلاء تعيينات التربية لعام 2019 في ساحة الحرية. اختارينا هذا اليوم يوم الجمعة باعتبار أنه أكثر الأخوة مرتبطين في عمل يعني كسبة، اللي يشتغل بشركة أو اللي يشتغل بمحل وكذا، فهذا اليوم هو يوم يعني سهل للكل على يعني للحاضرين. اختارينا هذا المكان باعتبار انه نقطة تمركز في منتصف مركز البصرة، يعني عندنا اشخاص من خور الزبير، من سفوان، من الفاو، من القرنة، وباقي اقضية ونواحي البصرة. طبعا احنا نطالب السيد المحافظ اولا باكمال اجراءات تعييننا. احنا مجموعة من اسماء البدلاء لتعيينات التربية لعام 2019. ظهرت الاسماء اللي كان مجموعها 2004 تعيين بشهر العاشر 22، كانت مباشرتهم 22/10/2019. بعد ذلك اكو اشخاص ما رادوا التعيين، تنازلوا عن التعيين او ما راجعوا عن التعيين، واكو اكثر من شخص يعني توفوا خلال هذه الفتره، فالتربيه يجب عليها انه ترفع كتاب ثاني باسماء البدلاء الاحتياط الى مكتب المحافظ، وبدور السيد المحافظ يوافق على اجراءات تعيينهم. اللي صار انه مديريه التربيه تاخرت في رفع الكتاب، وكانت في سنه 2020 سنه ماليه ما موجوده، يعني ما موجوده كانت موازنه، وبعد ذلك اجت جائحه كورونا وصار الحظر الكلي والجزئي، فبالتالي انه تاخر الكتاب لمده اشهر طويله. بشهر التاسع عام 2020 رفع كتاب الى ديوان المحافظه، الى مكتب السيد المحافظ، لكن الكتاب ما نعرف وين صار مصيره. بعد ذلك طالبنا التربية أكثر من مرة أنه الكتاب ما موجود بالمحافظة، رفعت كتاب ثاني بتاريخ 29/11/2020 إلى مكتب السيد المحافظ. مكتب السيد المحافظ اللي هو مدير المكتب الأستاذ عماد العيداني تصور أنه الكتاب كان تابع إلى شراء الخدمة أو إلى المحاضرين المجانيين، فهمش على الكتاب وحوله إلى مكتب التشغيل اللي تابع إلى محافظة البصرة. فهاي وقفتنا الأولى، نطالبه أنه يكمل إجراءات تعيينه. كتبنا موجودة حاليا بالملاك في ديوان المحافظة، نطالب انه يكمل اجراءاتنا، واذا ما كمل ان وقفه احتجاجيه ثانيه امام تربيه البصره، باعتبارها انه احنا تابعين لها، ويجب ان يكون مدير التربيه حصرا هو المطالب الاول بينا. كلكم تعرفون انه النقص الحاصل في كوادر التربيه، و47 واحد يسدون نقص كبير بالمدارس. احسنت، شكرا دكتور حيدر عبد الرزاق على هذه المداخله والتوضيح. يعني فقط انه 47 يعني شخص هم مواطنين حقيقه، وهم اغلبهم من حمله الشهادات، يعني من دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ومعاهد، يطالبون بحق يعني التعيين في مديريه تربيه محافظة البصرة. زملائي، هذا كل ما لدي اليوم، وأعود بكم إلى استوديو الأخبار. ستار المنصوري، مراسل زاغروس.